الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد، فحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم ونمارق مصفوفة. ودرس هذا المساء المبارك عنوانه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهذه جزء من آية كريمة في سورة النور، وهي في ثنايا قصة حديث الإفك الذي تجرأ به بعض أهل النفاق على بيت النبوة. وليس الحديث اليوم عن حديث الإفك إجمالا ولا تفصيلا، وإنما الحديث عن جزئية منه. الإفك في اللغة القلب، ولهذا عز وجل قال عن قوم لوط والمؤتفكة أهوى، فجعل عاليها سافلها. وأولئك المنافقون أتوا إلى أطهر بيت فرموه بما يتحرج الإنسان أن يرمي به بيوتا ربما ضاعت في تلك الرذائل، ومع ذلك أقدموا غير مبالين على القدح في بيت النبوة، وذهبوا إلى عرض الصديقة الطاهرة المبرأة فنالوا منها. ثم كان الناس بعد ذلك عندما أشيع الأمر على طرائق، فمنهم من عصمه الله عز وجل وحفظه، وكان في مقدمة هؤلاء أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكان الناس في ذلك على درجات، ممن كتب الله له أن يقع في شيء يسير من ذلك مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه، وقد قيل إنه لم يبلغ به الأمر إلى أن يتكلم، لكنه كأنه دخله شيء من التصديق أو شيء من هذا. فلما كشف الغطاء ونزلت البراءة من السماء وشهد الله لتلك المرأة الجليلة رضي الله عنها وعن أبويها بالبراءة والطهر، وقام صلى الله عليه وسلم يلاطفها ويخبرها بأن الله أنزل آيات في براءتها وشاع ذلك بين المؤمنين، كان أعظم من اطمأن إلى الأمر والدها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهي بلا ريب مهجة قلبه وفلذة كبده رضي الله عنها. وقد كان الصديق رضي الله عنه قبل تلك الحادثة له في الخير طرائق عدة، من ذلك أن مصطحا ابن أثاثة وكان قريبا له كان الصديق ينفق عليه ويواسيه بماله دهرا طويلا بعد أن هاجر مصطح إلى المدينة. فلما نزلت البراءة وشاع ذلك في طرقات المدينة ودورها، أقسم أبو بكر أن لا يعود إلى أن ينفق على مصطح مرة أخرى، نظير ما صنعه بابنته من أنه أحد الذين شاركوا ولو بشيء يسير في حادثة الإفك. فلما برأ الله عز وجل أم المؤمنين عائشة، ونزل قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وجاءت الآيات تبين عن الطرائق المثلى في المجتمع المسلم، جاءت الآيات تخاطب الصديق ومن كان في مثل حاله، قال أصدق القائلين ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا هذه ناهية بالاتفاق، ولا يأتلي لا يحلف من الإيلاء، ونظيره قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. الفضل في اللغة الزيادة، وقد يطلق على الزيادة في المال، لكن الواو تقتضي المغايرة، فلما قال الله عز وجل بعدها والسعة علمنا أن الفضل المراد به هنا ليس الغنى، لأن السعة تغني عن هذا، فلفظ السعة هو الذي أريد به أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان غنيا، لكن لفظ الفضل يعني الكمال في الدين، الكمال في الدين. وهذه شهادة من رب العالمين للصديق رضي الله عنه وأرضاه بأنه من ذوي الفضل، بل هو في الذروة منهم بلا ريب عندنا ولا شك. فقال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، فالخطاب في المقام الأول إلى الصديق وكل من كان مثل حاله من أغنياء الصحابة الذين ربما كان لهم حال مع بعض من تحدث في الإفك مثل حال الصديق مع مصطح. فقال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مصطح رضي الله عنه وأرضاه تجتمع فيه هذه الثلاثة، فهو قريب من أبي بكر ومسكين
ومهاجر في سبيل الله. وقد قال أهل العلم إن واحدة من هذه تكفي لأن يعطف أبو بكر على مصطح، فكيف وقد اجتمعت الثلاثة في حق مصطح؟ فهو من قرابة أبي بكر ومسكين حق أن يواسى ومهاجر في سبيل الله. وهذا كله لما ذكره الله عز وجل قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قد يفهم منه أن الأمر هنا لم يبلغ حد الوجوب، فجاءت الآية بعدها في سياق الآية تقول: وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. وليعفوا بمعنى أن ما كان من مصطح من قدح يسير في الصديقة رضي الله عنه وأرضاه فلك يا أبا بكر أن تتركه وأن تعفو عنه وأن تقبل عذره وأن لا تؤاخذه بما فعل. ثم تنتقل الآية إلى درجة أعلى: وليصفحوا. وكأن الصفح هنا بمعنى لا حاجة لكم أن تتذكروا هذا الأمر بالكلية، وهذه منزلة عالية. ودائما الخطاب يكون على قدر المتلقي. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصديق رضي الله عنه وأرضاه يكلف الآن بأن يعود إلى الإنفاق ويعفو وألا يذكر ولا يتذكر هذا الأمر بعد ذلك بالكلية. وهذه مطالبة عظيمة في رجل قدح في ابنته، لكن الله عز وجل يعلم ما في قلب الصديق من الإيمان، وأنه رضي الله عنه وأرضاه كفء وأهل لأن يطالب بمثل هذا. فقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا. وحتى يعان أبا بكر على هذا جاءت الآية التي اخترنا منها عنوان اللقاء. قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال العلماء: هذه اللفظة، هذه المفردة، هذه الجملة تتضمن أمرين: الأمر الأول الحجة، والأمر الثاني التمثيل. ونظيرها في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فكما أنك تحب أن يحسن الله إليك، يجب عليك حتى تنال إحسان الله إليك أن تحسن إلى خلقه. وفي الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله عز وجل يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعاد الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى ما كان عليه من قبل في الإنفاق على مصطح. بعض العلماء قال في هذه الآية، وهذا استنباط حتى تعلم كيف كان علماء الأمة من المفسرين وغيرهم يتعاملون مع آيات القرآن، قال بعض العلماء: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. لما قالوا أرجى آية في كتاب الله؟ قالوا إن مصطح رضي الله عنه وأرضاه خاض في عرض أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذا كبيرة وعمل شنيع عظيم، ومع ذلك لم يحبط الله عز وجل عمله فسماه مهاجرا. قال الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فالقرابة لا تسقط لا بقريب ولا ببعيد، والمسكنة لا تسقط إلا بالغنى. لكن قوله جل وعلا: والمهاجرين في سبيل الله، فالله عز وجل وصف مصطحا بأنه مهاجر، ومعنى ذلك أن أجر الهجرة ووصف الهجرة بقي متلبسا به، رغم أنه قال في عائشة ما قال: يسيرا أو كثيرا حسب حاله رضي الله عنه وأرضاه. فالأعمال لا يحبطها إلا الشرك. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمراد من هذا الباب، قال بعض أهل العلم إن هذه أرجى آية في كتاب الله، والمعنى عندهم أنه إذا قدر أن مصطحا ابتلي فقدح في عرض أم المؤمنين، ومع ذلك لما تاب الله عليه وأمر الصديق أن يعود إلى الإنفاق عليه، ولم يحبط الله جل وعلا عمله، فما دون ذلك من الأعمال أقل من أن يحبط أعمال المؤمن. وانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده، وصدق الله القائل: إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا يجعلك وأنت تتعامل مع المسلمين مع أهل الإسلام أنت لا تدري ما لهم من أعمال لا تراها، والله عز وجل حفظها لهم. فلا يمكن لنا أن نبادر أو نسارع إلى اتهام الناس وقذفهم والنيل منهم دون أن نعلم ما وراء ذلك، وأن لنا أن نعلم ما وراء ذلك، والسرائر مخفية مطوية بين العباد وبين
وبين ربهم. قال الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا يوجد مؤمن يأنف أن يغفر الله عز وجل له، هذا مطلب عظيم، موئل كريم. كل المؤمنين في صلواتهم، في دعائهم، في سجودهم، في تضرعهم، يسألون الله عز وجل أول ما يسألونه المغفرة. وفي الحديث قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فطلب العفو والمغفرة من الله أعظم المطالب في كل آن وحين، يتعرض العبد لنفحات ربه، عسى الله عز وجل أن يغفر له. هنا يقول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كل شيء تريده من الله فتعامل مع الخلق بمثله. إذا أردت أن يحسن الله إليك أحسن إلى الناس، إذا أردت أن يعفو الله عنك اعف عن الناس، إذا أردت أن يغفر الله لك اغفر للناس واقبل عذرهم وتحمل أذاهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قد يقع في بعض الأنفس المريضة أنه لما قال الله عز وجل هذا وأبقى لمصطح عمله الصالح ولم يحبطه له، قد يأتي أناس بعد ذلك يقول: نتجرع على الأعراض ونأتيها ولا يضرنا شيئا، نتوب كما تاب مصطح، نستغفر كما استغفر مصطح. لذلك جاءت الآية بعدها: إن الذين يرمون المحصنات، فجاءت الآيات ببيان ما أوجبه الله عز وجل على من قذف المؤمنات، على من اتهمهن في أعراضهن أو حتى اتهم المؤمنين. وهذا من الميزان في كلام الله جل وعلا، حتى لا يطمع طامع فيما لا طمع فيه. ولكنه ثمة فرق عظيم ما بين شخص استحوذ عليه الشيطان واستزل وقعت منه المعصية ثم تاب وأناب إلى الله، وبين من يأتي إلى الناس ابتداء ويقول: لا عليكم، ائتوا الذنوب، تجروا على الأعراض، انتهكوا الأعراض، قوموا بما تشاءون به، ثم لا عليكم أن تتوبوا بعدها. شتان ما بين الطريقين، البون بينهما شاسع جدا. ولهذا لا بد أن يتعلم المؤمن آداب القرآن وطرائق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال ربنا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. نبدأ بأولي القربى، عظم الله عز وجل حقهم في القرآن. قال ربنا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فحق القرابة حق عظيم، وهو مندرج في صلة الرحم، في صلة الرحم التي أمر الله عز وجل المسلمين أن يصلوها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ثم يأتي حق المساكين، فحق المساكين المسكين من أسكنه الفقر وجعله غير قادر على الغدو والرواح، يخشى من يطالبه بالدين لا يجد شيئا يملكه يجعله يغدو ويروح على الأسواق حتى يطعم من يقوت. فهذا المسكين أوجب الله عز وجل حقه. قال ربنا عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولما ذم أهل الكفر قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأوجب الله عز وجل الإحسان إلى المساكين والرأفة بهم. وقد اختلف العلماء في أيهم أعظم فقرة، الفقير أو المسكين، لكننا نقول إن ظاهر القرآن على أن الفقير أعظم فقرا وأشد بؤسا من المساكين، لأن الله لما ذكر المساكين في سورة الكهف في خبر موسى مع الخضر قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين رغم أنهم يملكون سفينة يقتاتون منها. ثم قال جل وعلا: والمهاجرين في سبيل الله. وهذا قد انقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح. لكن قد يقع أن يكون هناك مسلم اليوم في بلاد كافرة لا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يعلي كلمة الله ولا أن يؤدي الشعائر، فهذا لو هاجر إلينا أصبح مهاجرا. نعم، لا يرقى إلى المهاجرين الأولين كمصطح وغيره الذين تركوا الديار والأموال في سبيل الله من أجل الله، فهؤلاء لا يمكن أن يصل أحد إلى ما وصلوا إليه، لكن يمكن لأحد أن يتأسى بصنيعهم وأن يسير على طريقهم وأن يمضي على هديهم إن كان قد ابتلي في بلد يمنعونه من أن يؤدي شعائر الله على الوجه الذي طالبه الله عز وجل به. فهذا من معاني قول الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة
أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. والآية دالة من حيث العموم على أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الله عز وجل إذا من عليه بالفضل، من عليه بالغنى، أن يراقب من حوله من أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأن يواسيهم في مصابهم، وأن يعطيهم مما أعطاه الله، وأن يغنيهم مما أغناه الله. كل ذلك به يصل الإنسان إلى مقصوده، وتقر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده حول قول ربنا جل وعلا: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كلنا نحب أن يغفر الله لنا، ونسأل الله عز وجل أن يعاملنا بمغفرته وفضله وإحسانه، وأن يمن علينا بالتوفيق فيما آتانا من نعمة، من أي نعمة أعطانا إياها، أن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا موفقين في حسن إنفاقها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.